انا لا معدي عليا معدين عليا مالين الدار باغيين يخرجوني باغيين يخرجوني قالوا لي تخرجي من المحل ما تبقيش فيه. قلت لهم انا معدي فين نمشي؟ انا عندي 60 ديالي 65 وانا باقا بنت ما عندي ولاد ما عندي والو. والدي ماتوا وعندي واحد الخو والخد ساكنه معايا وضدي كيحرشهم عليا كيحرشوا عليا الناس اللي في الزنقه تيبغيو يتهددوا عليا. ما كيعطيني ناكل ما كيعطيني نشرب ما والو ما كيعرفني. كنخلص كرايه راسي كنبقى ندرس حتى كنخلصوا تنخلص 2900 كنخلص كارين. دابا شحال نتوما كارين؟ حنا 60 عام وحنا كارين. 60 عام يعني انت جيتي صغيره لهاد الدار؟ انا جيت عندي عامين وانا وحنا في هاد السكنه ودابا كبرت في هذيك الدار كلها ودابا كيقول لي نشردك وانا فين غنشرد؟ انا باقا بنت ما خدامه ما ردامه ما والو. ما عارفيني الناس ما كنخدم ما كردم كيعاونوني كنمشي عند الناس صحاباتي كنعيش معاهم صافي. وهاد السيد هذا كيتعدى عليا هاد الخو قال لينا رزقنا عطاه ليه با قالوا لينا. دابا انتي مشكل عندك مشكل مع خوك ومع مالين الدار؟ مع الخو ومالين الدار وتيحرشوا عليا مال الدرب ديال الزنقه كيجوني يبغيو يهجموا عليا كل نهار تيبغيو يهجموا عليا. وانا دابا مريضه انا دابا عادي مريضه ما قاده لا ندوي لا نتكلم لا والو. صافي بمشي يبقى هو ساكن تما باش يشد المحلات كلشي يخلصهم يزيد الزياده ويخلص. انا ما بغيتش نزيدو. قلت ليه انت ما تنعرفكش ما كاريش ليا كاري لينا باك مات باك مات مع با في 2021 ما تنعرفكش انت. مو خواتها كلشي كلهم ضدي مرات عيالات ولادهم كلشي وبنتهم بنته وبنت ولده وكلشي كلشي متفقين عليا باغين يخرجوني. انت ما عندك حتى شي واحد عندك لا ولاد لا ما عندي والو ما عندي الله سبحانه وتعالى ما عندي لا ولاد لا والو. انا باقي بنت ما عمرني تزوج هاد الشين كله باقي ما عمرني تزوج والله عمرت يدير ربي الله عز وجل كنتمنى. انا كنتمنى الله عز وجل ما كبغيت والو. انا بغيت غير حقي وانا ما كيخلصوا ليا لا كرا لا والو. عيب يعطوني التسع انا كنقلب وكنخلص كرايه يعطوني غير التسع ويبعدوا مني ويخليوني راني مريضه يخليوني انا مريضه ويبعدوا يعطوني غير التسع. انا تابعه المحكمه اللي دارها ليا القانون والحكومه مرحبا والو. نمشي نبات في الزنقه الى مشيت تخرج ما عندي فين نمشي نبات في الزنقه. تنطلب الله عز وجل وسيدنا تنطلب سيدنا محمد السادس الله ينصره ويزيد في عمره يتنبه ليا ويشوفني ويشوف هاد الحاله اللي انا فيها مع هاد الناس هادو مالين الدار عندهم الفلوس وعندهم لاباس عليهم وعندهم الديور وطامعين ليا في غار بيت ما هو ما تيسواش حتى الثمن شويه ومظلم مظلم كله مظلم مظلم. وتنطلب الله عز وجل والناس المحسنين يشوفوا معايا كاع الا قدرت كاع نخرج من هذاك المحل نبعد منهم. انا ما قديت عليهم هذوك الناس ما قديت عليهم. وتنطلب سيدنا الله يكون في استماع عز وجل يا ربي الله يطول عمره ويزيد في عمره. والحكومه وكل شيء كلهم تعطوني الحق الحكومه كلها كتعطيني الحق والله يجازيهم بخير. تنطلب الله الا بغاو يعاونوني نطلب الله سبحانه وتعالى يعاونوني ونخرج من هذاك المحل ونتفك منهم. ايوا تنطلب الله هو اللي ياخذ فيهم الحق. انا ما نقول لهم والو انا عز وجل نطلب الله هو اللي غادي ياخذ الحق.